تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وتنظم أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، افتتح سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة النسخة الأولى من مؤتمر الانحراف الفكري الذي تنظمه أكاديمية العلوم الشرطية. الانحراف الفكري الذي ينتج عنه غلو وتشدد يتوجب علينا كعناصر ننتمي لهذا المجتمع بمختلف مستوياته وأطيافه التصدي له ومواجهته للحفاظ على الاستقرار والأمن. هذا ما أكده سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة لدى افتتاحه صباح اليوم مؤتمر الانحراف الفكري بنسخته الأولى. وأشاد سموه بإطلاق النسخة الأولى من المؤتمر، والذي يعد من أهم المواضيع الواجب على الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية المختلفة تناولها والتحذير من مغبتها في الوقت الراهن. وتخلل حفل انطلاق المؤتمر كلمة للعقيد الدكتور محمد خميس العثماني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، الذي أشار إلى أن المؤتمر خطوة جديدة واسعة تخطوها الأكاديمية في تفاعلها مع مشكلات العصر وتحدياته. لها أهمية كبيرة في توضيح ماهية الانحراف الفكري في البداية، وما هي مصادره، وما هي الأسباب والظواهر الانحراف الفكري، وكيفية معالجة الانحراف الفكري فعلا في إيجاد فكر إيجابي سليم قادر على تحقيق التنمية الشاملة لهذا المجتمع. بعد ذلك جاء انطلاق الجلسة الرئيسية للمؤتمر، والتي شارك بها نخبة من المتحدثين والمتخصصين الذين يمثلون جميع الأجهزة المسؤولة لمواجهة الفكر المنحرف، حيث قدم في المؤتمر العديد من أوراق العمل المختصين وأعضاء الهيئة العلمية للأكاديمية، فضلا عن تقديم أبحاث جماعية من طلاب السنة الثانية والثالثة للأكاديمية. وفي لفتة حب وولاء للوطن، قدم طلاب السنة الرابعة رسالة المؤتمر وتحمل 45 شعارا بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني 45. انعقاد هذا المؤتمر اليوم يحاكي واقع نحن نحقق الأمر في جهاز شرطي. علينا رسالة توعوية لازم أن نؤديها، ومن خلال توعية أفراد المجتمع بمخاطر هذا الفكر الغير سوي. الحمد لله تم عرض أوراق عدة من المتحدثين، تم هناك استفادة قصوى من التوصيات المهمة بهذا الصدد، ولا سيما ما يتعلق منها بالدور المهم للمؤسسات الأسرية والاجتماعية، ولا سيما دور الوالدين في التنشئة الاجتماعية وأيضا الحماية والاهتمام بأبنائهم، كذلك دور المؤسسات التربوية والتعليمية في التعامل مع هذه الظاهرة. وفي ختام المؤتمر تفضل سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، يرافقه سعادة العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعقيد الدكتور محمد خميس العثماني، بتكريم المتحدثين في جلسات المؤتمر والجهات الراعية والداعمة لفعالياته. وأشار سموه إلى أننا اليوم نقف موقف تأمل وعمق تجاه آفة الانحراف الفكري الخطيرة التي راحت تعيث في الأرض فسادا بفكر منحرف ومشبوه ومضلل ومتناقض، يشوه الدين الإسلامي الحنيف ويعتدي على أرواح الأبرياء والممتلكات، ويبث روح الفتنة والجدل والتشكيك، معربا عن أمله في الوصول إلى توصيات علمية وعملية قادرة على مواجهة هذا الفكر والقضاء عليه.